كل ما كنتم شايفين احنا لساتنا عم نصور والعمل عم ينعرض. اول شيء بدي اشكركم كثير على ارائكم وعلى الاصداء الحلوه اللي عم توصلنا عن العمل وعن جواهر بالتحديد. انا عم بقرا كل شيء ومستمتعه بارائكم عن جد. اليوم تابعونا على الام بي سي بالحلقه العاشره. اليوم رح يتفكفك شوي من الغموض اللي حاملته جواهر بشخصيتها. رح نشوف جزء من الخطة اللي هي عم ترسمها لحتى تستعيد حقها بهذا العمل. أتمنى تكونوا عم تستمتعوا معنا بكل لحظة. شكرا كتير لكم، بحبكم كتير.